السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف شكل من أشكال الفساد شفتها في مشروع المشروعات. هو كان عبارة عن شكل خارجي وفي فتحات غير منتظمة. فأقول له وول وأقول له أنا عايز مثلا أستخدم الحائط بالشكل دوت أهوت. وده كان من الدور الأول مثلا لحد الروف. وخلينا نشوفه كده في 3D بالشكل دوت. تمام، ممكن نطلع شوية كده. طيب عايزين نبدأ نعمل بقى الفتحات اللي موجودة جواه، وطبعا نغير الماتيريال الحاجة اللي عايزينها. ممكن نقول له edit profile ونبدأ نستخدم أداة زي ال SB line وتبدأ ترسم بالشكل دوت. طيب هتيجي تقفل هتلاقي في مشكلة شوية في موضوع القفل، فانت ممكن تيجي كده وتقول له انا عايز ارسم لاين، هتلاقي قفل معاك بالشكل دوت. تمام، طيب ممكن نيجي هنا مثلا نبدا نعمل برضو نفس الفكره. قبليها بسنه صغيره تعمل بقى الجزء الصغير ده كلاين بالشكل دوت، تقول له اوكي هيبدا يوريك دوت. ممكن تاخد الشكل ده كوبي كده مثلا اهو، وبعد كده تستخدم الادوات ديت عشان تغير من الشكل بتاعه زي ما انت عايز. تعمل حاجة بالشكل دوت. تمام، ممكن تاخد الشكل ده برضو كده كوبي ينزله هنا، وبعد كده تبدأ تعدل فيه. فيبدأ يكون لك الشكل اللي انت عايزه. المهم ان مبقاش فيه خطوط متقاطعة مع بعض، تحاول ان كلها تبقى متكاملة. واحنا بنحرك فيه خط تمام، الخطين دول يعملوا لنا مشكلة، فهنرسم لاين من هنا لهنا. بيقول لي فيه كلوز، هقول له وريني فين الحتة ديت. عمل لي الحيطة بالشكل دوت. تقدر تكرر الموضوع دوت، تقدر تعمل ده حاجات على مستوى أصغر على مستوى أكبر زي ما انت عايز. طيب خلينا برضو نيجي نرسم حائط تاني خلف دوت، خلف الفساد دوت، خلف الواجهة ديت اهو. خلينا نشوفها في 3D. دي هتبقى واجهة المبنى، فأقول له edit واقول له دوبليكيت عشان ما اثرش على الملف التاني، واقول له ايديت واقول له ان انا عايز اشوف الماتيريال. ممكن نديها مثلا ماتيريال مثلا ونقول له كات اوت ونختار الصوره. هيبدا يعملها بالتفريغ زي ما انت شايف. زي ما انت شايف هي عمل في دي كلها اوبننج. طيب احنا عايزين نعدل في الاوبننج ديت، فاقول له ايديت تايب عايزين نكبرها شويه. فاجي هنا واقول له هات لي الكات اوت وعايزين نغير السكيل بتاعها اهوت. بدل سمبل سايز واحد خليها مثلا 10 ودي برضو 10 بالشكل دوت. خلينا نقول له دان. وهنا ممكن نغير الخصائص بتاعت الصورة، خليها دلوقتي هتظهر معايا بالشكل دوت، هتبقى فيه فتحات ورا الفتحات ديت. خلينا ندي ده ماتيريال شوية. يبقى واجهة الفساد معايا بالشكل ده. طبعا اي صورة تقدر تركبها وتحطها تعمل لك الفتحات زي ما انت شايف في قلب الحيطة.